السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر الناس خشية لله أعلمهم، حقيقة تنطق بها آي الوحي وتدلل عليها أيام المسلمين عبر القرون الماضية. العالم في التراث الإسلامي صاحب منزلة رفيعة ومكانة عالية، لكن ماذا عن دوره ووظيفته وواجبه في المجتمع المسلم؟ وما طبيعة العلاقة بينه وبين السلطة؟ أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج مقاصد التي تأتيكم على الهواء مباشرة بعنوان دور العالم في المجتمع. هذا الموضوع يتحدث فيه الدكتور نبيل الفولي، أستاذ العقيدة والفلسفة في الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد بباكستان. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا بكم ومرحبا. في الموروث الإسلامي يحظى العالم بمنزلة رفيعة ومكانة عالية، حتى جاءت كثير من النصوص في الوحيين الكتاب والسنة تقدره وترفع مكانته وتقدمه في القول والمشورة. بداية دكتور، ما سر هذه المنزلة وهذه الاحتفائية الكبيرة في النصوص الإسلامية بالعالم والعلماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فقد امتلأ الوحيان القرآن والسنة بالثناء على العلماء ورفع ذكرهم في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، فمنها قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فمكانتهم معروفة عند الناس ومنزلتهم مشهورة لا تحتاج إلى ذكر ولا إلى شرح. ولكن لماذا هذا كما جاء السؤال منكم؟ لأن العالم يمثل عقل الأمة. في أي مجتمع الإنسان صاحب العلم يمثل صانع المعرفة، أي صانع العقل، صانع الفكر. وهذه مسألة ليست مسألة هينة ولا سهلة. النوايا الحسنة مطلوبة والقلوب النظيفة مطلوبة، لكن القلوب النظيفة إذا لم يكن في صحبتها عقول سليمة مستقيمة تفهم الأمور كما يجب، فإن هذا الإنسان سيضل ضلالا بعيدا. فلذلك فإن البعدين مطلوبان في المسلم، في الشخصية المسلمة وفي المجتمع المسلم، أن يحدث تكامل بين عقل الأمة وقلبها، أن يحدث تكامل بين عقل المسلم الفردي وقلبه. فالذي يحمل فكرا مستقيما وقلبا سليما هو الذي يحقق الشخصية المسلمة المطلوبة. فالعالم هو الذي يقوم بصناعة العقول في المجتمع، هو عقل صانع لعقول أخرى وضابط للمفاهيم ومحدد لمرادات الشرع من التنزيل الكريم. فهو الذي يتولى هذه المسألة الأساسية الحقيقة. نحن حينما نبحث عن إصلاح فلا بد أن ننظر إلى هذين البعدين، والعالم يقوم بهذا البعد. ولا أنفي أنه يقوم أيضا بالواجب الآخر، واجب التزكية، وهذا ربما يأتي موعده. يعني أفهم من كلامك بأنه بعدم وجود العلماء يندرس الشرع وتختفي معالمه وتغيب حقائقه وكلياته ومقاصده، إذا لم يوجد هناك علماء، وربما هذا ما يفسر سر احتفاء الشريعة بالعلماء مثلا. هو لا شك موت العالم يؤدي إلى موت محصوله العلمي. الحديث الذي رواه البخاري حديث صحيح: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من قلوب الناس انتزاعا، يعني الله عز وجل لا يأخذ العلم من قلب العالم، ولكن يموت العلم بموت العلماء، أو كما جاء في الحديث. فإذا كان عندك عالم كبير وتراكم عنده كم هائل من العلم والمعرفة خلال عقود وعقود، فإن موت هذا العالم يعد موتا للمحصول العلمي الذي حصله طوال هذه التجربة الطويلة. ولذلك هناك قولة مشهورة عن المتأخرين يقولون: موت العالم موت العالم، موت العالم موت العالم. صحيح. لماذا؟ لأن المجتمع إذا خسر هذا المربي المعلم الذي يحسن صناعة العقول وصناعة الناس وضبط الأفكار، فإن هذا يكون خسارة ما بعدها خسارة. الخسائر المادية تعوض، أشياء كثيرة من الخسائر أو أنواع كثيرة من الخسائر يمكن تعويضها. أما خسارة العالم موت العالم فلا شك أن هذا خسارة فادحة لا تعوض. هذا الحديث يقودنا إلى الحديث أو السؤال عن كيف يصبح المرء عالما، بمعنى كثير من الناس يغيب عنها مفهوم العالم حقيقة. هل كل من اشتهر وذاع صيته على ألسنة الناس صار عالما؟ هل كل من ألف كتبا صار عالما؟ متى يكون المرء عالما؟ أنا سأضرب مثلا من تخصصي وهو ما يتعلق بالفلسفة. هناك تلميذ من تلاميذ سقراط
ذهب إلى كما يقول تقول الحكاية المشهورة، ذهب إلى معبد ديلفي في اليونان وسأل الكاهنة من أعلم الناس وأحكمهم، قالت له سقراط. فذهب هذا التلميذ إلى أستاذه سقراط يقول له أنا سألت الكاهنة، طبعا هذا من ثقافة أخرى لكن يعني كمثال يعني. فذهب الطالب إلى أستاذه سقراط يقول له إن الكاهنة تقول إنك أعلم الناس. فاندهش سقراط، كان يرى أسماء كبيرة حوله في أثينا يدعون العلم والمعرفة، فقال سأذهب إلى هؤلاء الناس وأرى ما عندهم من محصول. فذهب إلى واحد منهم عرف بالعلم والمعرفة وكذا، وبدأ يختبره وينظر في معرفته، فوجده هشا ضعيفا ضحلا ضحل العلم. فقال له لماذا لا تعترف للناس بأنك ضعيف العلم ضحل المعرفة؟ فالرجل غضب منه، فانصرف سقراط إلى شخص آخر وذهب أيضا يختبر علمه ومعرفته، فوجده بنفس الطريقة وغضب عندما صارحه بأنك ينبغي أن تصارح الناس بأنك لست عالما. ففي النهاية استنتج سقراط نتيجة وهي أنني جاهل ولكنني أعرف أنني جاهل، أما هؤلاء فهم جهلاء ويظنون أنهم علماء، فهذا سبب أن الكاهنة قالت هذا الكلام. هذا من ثقافة أخرى، لكنني استدعيت هذا المثال لأقول إن العالم ليس هو من يدعي العلم، إن العلم عبارة عن ميراث تناقلته السنون والقرون، نقل من جيل إلى جيل حتى وصل إلى جيل معين. كيف يتلقاه هذا الجيل؟ يتلقاه بالمعايشة الطويلة للعلماء، بالقراءة عليهم والدراسة والصبر والمصاحبة الطويلة. لا يظنن أحد أن دراسة العلم 4 سنوات في الجامعة تحول الإنسان إلى عالم، أبداً. المسألة تحتاج إلى أن يشرب الإنسان العلم شرباً، وأن تتراكم المعرفة في عقله تراكماً طبيعياً. الذي يأخذ العلم على عجل، والذي يأخذ العلم من الكتب وحدها، الذي لا يتلقى العلم عن أهله وخبرائه، الذي لا يتلقى العلم بصورة تدريجية مناسبة، الذي لا يعرف مقاصد العلوم ولا مراداتها، هؤلاء إنما يستعجلون إعداد أنفسهم. كذلك هناك بعد آخر في العلم، هو أن الحسن البصري قال يعني إنما الفقه عمل بما أمر الله به، بمعنى أن الإنسان أيضا إذا ادعى علما كبيرا ومعرفة واسعة دون أن يكون عاملا بهذا العلم، فهو كأنه يحمل بضاعة ليس صاحبها، يحمل بضاعة غيره. فإعداد العالم مسألة طويلة جدا، طبعا تحتاج إلى الجلوس إلى المتخصصين والتلقي عنهم والصحبة الطويلة لهم المناسبة. يعني انظر مثلا فلان يقول صحبت فلانا 20 سنة، وهذا يقول صحبت العالم الفلاني 30 سنة، فلا ينطلق العالم الشاب إلا بعد أن يتشرب العلم تشربا، إلا بعد أن يأذن له مشايخه إذنا صريحا بأنك صرت الآن مؤهلا لأن تتصدر، لأن الشهادة الآن صارت هي الشهادة الجامعية، صارت هي الشاهد الوحيد الذي ينطلق الإنسان منه ليعتبر نفسه عالما ويعرض بضاعته على الناس. هذه ليست كافية الآن، لأننا كم وكم نفوت أو لا ندقق في إعداد طلابنا وتلاميذنا، فيأخذ الشهادات العالية الكبيرة أناس ما أعدوا ولا جهزوا ويتباهون في المجالس بعلمهم ومعرفتهم، ولكنهم لم يصبروا على العلم ولم يتلقوه تلقيا صحيحا. الإجازة القديمة التي كان يمنحها العالم دون أن يعطي شهادة كانت أقوى وأدل على ذلك. فمالك، الإمام مالك، ما جلس إلا بعد أن أذن له 10 المشايخ بأنه يستطيع أن يحدث ويفتي. وهكذا كانت إجازة البخاري وإجازة فلان من مشايخه إجازة عن حق، لأنهم جلسوا ورأى مشايخهم فيهم قدرة واستطاعة وأهلية، ولذلك تصدروا عقب إذن العلماء لهم. نعم، لكن لو عدنا إلى الحديث عن المنزلة الرفيعة التي يحتلها أو يعني يحملها العالم في النصوص الشرعية، هل هذه المنزلة الرفيعة هي لصيقة بكل عالم أم أن ثمة ضوابط وشروط ومعايير ينبغي أن تتحقق بين العلماء حتى ينالوا هذه المنزلة في الإسلام؟ هو طبعا يعني أقدار الناس تتفاوت، فكما يتفاوت الناس في قوة أجسادهم وقوة عقولهم وقوة ملكاتهم جميعا، فإنهم أيضا يتفاوتون في قدراتهم على يعني التفاعل مع البضاعة العلمية التي يتلقونها. فلو أخذنا 10 من التلاميذ الأذكياء، لا أقول أي تلاميذ،
ثم ربيناهم على يد نفس العلماء ونفس الفقهاء ونفس المتخصصين في العلوم الشرعية، فإننا لن ننتظر نتيجة واحدة، ستتعدد النتائج وتتباين بتباين البشر، بتباين العقول، بتباين النفسيات حتى. ف يعني لا ينبغي أن ننتظر طبعات متشابهة من البشر في أي مجال من مجالات الحياة، لأن الله جل وعلا، وهذا من علامات القدرة الإلهية، كما يعني تظهر قدرة الله عز وجل في تنويع هيئات الناس وصورهم وقسمات وجوههم وشتى الصفات الظاهرة، فإن الصفات الباطنة أيضا تتعدد وتتنوع. قدرة الإنسان على الحفظ مثلا، قدرة الإنسان على المتابعة، متابعة العالم، قدرة الإنسان كل منا يلتقط من شيخه وأستاذه شيئا غير الآخر. ولذلك يعني أيضا مثال آخر، والإنسان كما يقولون يعني متعلق بمجاله، مثلا سقراط أيضا نشأت عنه وهو رجل واحد، يعني نشأت عنه ثلاث مدارس فلسفية، كل مدرسة فسرته بطريقتها، المدرسة القرنائية والمدرسة الكلبية والمغارية، مدارس مختلفة، كل واحد فسر نفس الشخص، معناهم كانوا كلهم حوله يحيطون به لكن فسروه تفسيرا مختلفا. كذلك، وهذا المثل الأعظم والأعلى، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عايشوه كلهم، ولكن لماذا تعددت وجهات نظرهم الفقهية؟ لماذا اختلفت رؤاهم للقضايا والمسائل الشرعية؟ هل اتفقوا على تفسير واحد لكل آية أو تفسير واحد لكل مسألة فقهية؟ اختلفوا، لأن هناك ملكات مختلفة وقدرات متنوعة تفاعلت مع نص واحد ونظرت إلى شخص واحد وشخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا اختلفت نظراتهم وتعددت مداركهم للمسائل والقضايا الشرعية. الحقيقة أنا سألت هذا السؤال دكتور لأن هناك أمر واقع يحصل في العالم الإسلامي، تلحظ كثيرا من الشباب كثيرا جدا يسلم قياده وأمره إلى شيخه، وتلحظ هذا بشكل أكثر بروزا عند شرائح من الصوفيين، كأن يسلم أمره وقياده إلى الشيخ حتى يأمره فيأتمر بأمره، وربما أحيانا يعني من دون تفكير. السؤال هو معتبرا إياه عالمه وشيخه، السؤال هنا هذا ما طبيعة العلاقة بين العالم وبين المستفتي أو بين عوام الناس؟ ما هي العلاقة التي تحكمهما؟ هناك قضية أثارها بعض العلماء، قالوا أيهما أحق أيهما يقدم في الإجلال، الأب الذي أنجبك أو العالم الذي علمك؟ فقالوا إن العالم يعني أولى بالإجلال من الوالد، هذا طبعا ليس تقليلا من بر الوالد ولا شيء، فإن كان الوالد عالماً كاجتمع له الإجلالان، إجلال العلم وإجلال الأبوة، فالعالم الأب سبب في إيجادنا مادياً، إيجاد أبداننا وأجسامنا، أما العالم فهو الذي على يده نتلقى العلم. طبعاً لا بد أن تكون هناك علاقة عاطفية ونفسية طيبة، علاقة احترام وعلاقة إجلال بين العالم وبين العالم والتلميذ، ولكن هذا لا يعني أن يلغي التلميذ عقله، بمعنى يعني فلان جلست عليه وكنت جاهلا فعلمني فقهني. وكما يعني يضرب المثل أحيانا بالإمام السبكي والإمام الذهبي، كان بينهما خلاف كبير، والذهبي شيخ السبكي، وكان السبكي يثني عليه ويقول هو الذي يعني علمنا الحديث وأدخلنا في جماعة المحدثين وكذا، ولكن يكثر مخالفته. كذلك العلاقة الطبيعية، الاحترام الشديد، ولكن هذا لا يعني أن يلغي الإنسان شخصيته في شيخه وأستاذه، لأن التلميذ الطبيعي أو التلميذ الحقيقي هو الذي يتقدم بالعلم بعد مشايخه خطوة أخرى حتى ينمو العلم ويزداد. فيعني ليس العلم مقصورا على جيل، حتى جيل الصحابة أعظم جيل رضي الله تعالى عنهم، هل انتهى العلم عندهم؟ التابعون أضافوا. هل انتهى العلم عند التابعين؟ تابعو التابعين أضافوا، وهكذا، لأن النص الشرعي نص ثري جدا، كلام الله عز وجل وكلام رسوله وأفعال نبيه عليه الصلاة والسلام، هذه هي الكنز الخالد الذي ينظر فيه العلماء ويجيلون فيه أبصارهم، يتفكرون في هذه النصوص الشريفة الكريمة. فكل جيل له ملكاته وقدراته وثقافته، فيفتي ويفسر وفق الأصول التي استقرت، ولكن النظرات تختلف أيضا. قبل أن أذهب إلى الفاصل أريد أن أستوضح منك هذه الفكرة بالذات، فيما لو ذابت شخصية المريد أو المستفتي أو التلميذ في شخصية شيخه، ما الدور الذي ينبغي أن يقوم به في هذه الجزئية بالذات العالم؟ ما هو الذي ينبغي أن هل ينبغي أن يوضح؟ هل ينبغي أن يوجه؟ الأستاذ أم التلميذ؟ الأستاذ. نعم.
هو يجب أن نفرق بين الشيخ والمريد وبين العالم والتلميذ. الصوفية لهم خصوصيات يعني لها مجال آخر من الحديث، فعندهم أن يعني التلميذ يجب أن يكون أو المريد يجب أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، هناك أشياء يعني لا مجال لا لمدحها ولا لذمها الآن، لكن لها مجال آخر. أما العالم والتلميذ فإن هذه تربية علمية، هناك ما يسمونه بشيخ التسليك وشيخ التعليم. شيخ التسليك هذا في طريق الصوفية، أما شيخ التعليم فهذا يعني ينبغي للأستاذ أن يربي تلميذه على استقلال الشخصية. أي أستاذ يربي تلميذه على أن يكون تابعا له وذيلا فهذا يخطئ في حق دينه أولا، ثم في حق تلميذه. يجب أن يحافظ الأب على استقلال شخصية أولاده، بل أن يحافظ على استقلال شخصية زوجاته دون أن يتشرذم البيت طبعا، وأن يحافظ العالم على استقلال شخصية تلاميذه. وهذا ليس عصيانا له، بل هو تنمية للعلم، إضافة للعلم، لأن العلم لم يقف عند الأستاذ فقط، وإنما يتجاوزه إلى أجيال وأجيال متتابعة تتوارث هذا العلم الشريف. هذا عن المنزلة والعلاقة بين العالم والتلميذ، لكن ثمة وظيفة أولى وأساسية وظاهرة بالنسبة للعالم تجاه مجتمعه وبيئته وأمته، سنتحدث عنها بعد الفاصل. فاصل، نتوقف مع فاصل قصير ثم لنا حديث بعد العودة. أسعدكم الله دائما وأبدا، ما زلنا وإياكم في الحديث عن دور العلماء ووظيفتهم في المجتمع المسلم، ودائما الحديث مع الدكتور نبيل الفولي. دكتور، إذا كانت وظيفة أو أول وأهم وأظهر عبادات الغني هي إنفاق المال في وجوه الخير والصدقات والزكوات إلى آخره، وإذا كانت وظيفة الأولى أو أول وأظهر عبادات القوي هي إحقاق الحق وإقامة العدل، فما هي أول وأظهر وظيفة العالم في الإسلام؟ باختصار شديد، أول وظيفة للعالم هي البيان. البيان، بيان ماذا لمن؟ بيان شريعة الله عز وجل لخلقه وعباده. لو شئت أن نفصل لا بأس في ذلك، لا بأس، لكن هي باختصار شديد البيان. لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وظيفة العالم بيان الشريعة وتوضيحها وكشف معانيها وتعليمها للناس وتثقيفهم وتفقيههم في هذه الشريعة، وبيان الأمر الإلهي والأمر الشرعي إذا اختلف الناس أو لم يختلفوا عليه أن يبين هذا. هذا باختصار شديد. هل هذه سنفصل في هذا، لكن هل هذه الوظيفة ترقى إلى مرتبة الواجب والفرض على العالم أم أنها للندب والاستحباب؟ لا شك طبعا أنها واجبة وجوبا، يعني لا شك فيه، أوجب من الصلاة والصوم على العالم. طبعا بلا شك طبعا. على من على يعني طبعا العالم عندنا ليس يعني حكرا على مجموعة من الأفراد أو كذا، ولكن أي شخص يخرج ويكون مؤهلا في علوم الشريعة أو بعض علوم الشريعة حتى، فإن هذا يصلح أن يتكلم باسم هذا الدين. أي عالم يعني يصل إلى درجة أو إلى مستوى القدرة على أن يتكلم ويوقع عن رب العالمين، فإن له أن يتكلم وأن يفتي في مسائل الدين والشريعة ما دام توفرت له الملكات والقدرة والاستيعاب الصحيح لشريعة الله تبارك وتعالى، جزءاً أو كلاً. لكن ثمة من يقول أن التوقيع عن رب العالمين، وهو التعبير الذي ساقه ابن القيم في كتابه الموقعون عن رب العالمين، ثمة من يقول أن في هذا يعني حكر العلم في طبقة معينة، وبالتالي إنتاج، طبعاً أنقل لك ما يقوله خصوم هذا الرأي من غير المسلمين وربما من المستشرقين، وبالتالي إنتاج طبقة من الكهنوتية التي تفسر الدين للناس وفق مرادها.
فكيف يمكن يعني توضيح هذا المفهوم؟ الذي ينظر إلى الجيل الذي تلا الصحابة مباشرة، الذي ورث العلم وحمله إلى العالمين، أكثر أو كثير جدا من الشخصيات الكبيرة في هذا الجيل كانوا من المولدين، أو كانوا عفوا من 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 من, من أبناء الأسرى الذين أسروا في المعارك والحروب، كانوا من العبيد يعني. محمد بن سيرين مثلا، أليس محمد بن سيرين والحسن البصري وعكرمة وعشرات الناس، حتى يروى عن أحد خلفاء بني العباس أنه يروى عن أكثر من خليفة، لكن الأصل أنه روي عن أحد خلفاء بني العباس أو أحد أمراء بني العباس، في اختلاف في الرواية، أنه سأل أحد الناس من عالم مكة، قالوا له فلان، فوجد أنه من الموالي، ومن عالم المدينة من الموالي، ومن عالم كذا، ومن إلى أن وصل إلى مدينة واحدة، فالعالم الذي كان أو المجيب الذي كان يجيبه ذكر اسما من العرب، مع أن العجم كانوا موجودين أو الموالي كانوا موجودين، حتى لا يغضب الرجل، كلما ذكرت اسم عالم يعني يزداد غيظه، فخفت منه يعني. يعني الذي يزعم أن العلماء طبقة كهنوتية، أن العلماء في الإسلام طبقة كهنوتية تحتكر العلم وتخص نفسها به، فهذا طبعا لم يقرأ شيئا من الدين ولا من تاريخ المسلمين. العلم إنما هو بضاعة متاحة للناس أجمعين، فمن أخذ هذه البضاعة وفهمها وفقهها فهو أحق أن يتكلم بها. لو خرج من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يعرف الشريعة، لا يمكن أن يتحدث باسم الشريعة، لأن المقياس ليس أن يكون من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المقياس أن يكون وارث العلم النبي صلى الله عليه وسلم. العلم مشاع في الإسلام. نعم، مشاع من يتمكن، ويعني شريطة أن يحمل أدواته وشروطه. نعم، من حمل العلم بشروطه وأدواته كما شرتم هو المؤهل مهما يكن نسبه. كما قلت لكم، كثير من الحسن البصري أمه كانت من الإماء، أسرت أمه وأبوه، أو أسر أبوه في عين التمر في معركة من معارك سيدنا خالد بن الوليد في جنوب العراق، هكذا عين التمر، فسيق حتى صار هذا الرجل وامرأته يعني كان يخدم السيدة أم سلمة، فولد الحسن البصري من هذين، وصار عالم أهل البصرة محمد بن سيرين، وأخته وأخوه أيضا كانوا من العلماء أيضا، فليس عندنا كهنوتية أبدا. ولذلك يعني كنت أبحث مرة عن أبناء الصحابة، فوجدت في أبناء سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وجدت في أحفاده راويا يعني ضعيفا، فعجبت، حفيده أو ابنه لا أذكر، وجدت راويا ضعيفا، فقلت انظر هذا الرجل أبوه من العشرة المبشرين بالجنة، ومع ذلك لأنه راوي غير موثوق فيه ضعفه العلماء، ليس لأنه عربي أو عجمي، لا واسطة، لأن بضاعته ليست كما ينبغي، إذن مهنية وحرفية لا واسطة فيها. نعم. هذا يقودني إلى السؤال، يعني إذا كان الأمر كذلك، العلم مشاع شريطة من امتلك أدواته وشروطه، في زماننا الحالي وربما كان في أزمان سابقة ثمة من يحمل العلم الغزير وانتشر صيته وذاع صيته، لكن عندما تظهر الفتن يخالف قوله عمله، ما مدى قبول التبيان من هذا العالم في الإسلام؟ طبعا هذا العالم الذي يختبر بالفتن ويفشل فيها لا يكون محل ثقة الناس للأسف الشديد. كم من عالم حمل علما غزيرا واسعا، ولكن للأسف لما اختبر يعني بفتنة أو شيء سقط فيها. هل يقبل من هذا العالم الذي سقط في الفتنة ولم يبين الأمر الحقيقي للناس، هل يقبل منه العلم خلاف الفتنة بما يبعد أو ما يبتعد به عن الفتنة؟ إذا كان العلم بعيدا عن الفتنة في الأحكام الفقهية التفصيلية والفروع، هل يمكن أن يقبل منه بيان أحكام الشريعة في هذا المجال؟ طبعا هناك جانب نفسي في هذه المسألة، ربما بعض الناس لا يعني إذا وجد عالما مثلا رخص في دماء الناس، أو يعني جامل الحكام في مسائل تتعلق مثلا بالربا أو كذا أو كذا، يصعب على الناس أن يتلقوا عنه. لكن في الحقيقة ما لم يشد هذا العالم برأي في القضايا الأخرى التي لم يقع فيها، فإنه يعني لا أقول لا مانع، ولكن ما دام لم يشد فهذا رأي العلماء وهو وافقهم فيه، بمعنى أن من رأى أو نفسه لم ترفض أن يتلقى من هذا العالم في غير الباب الذي سقط فيه فهو ما يشاء. هذا الذي تتفضل به ورأي أهل العلم أم يعني ما تقدمه جنابك؟
هو علماء الحديث قدموا لنا مقياسا لأنهم كانوا معتنين جدا بالجانب الأخلاقي والجانب العلمي. يعني جمعوا في اشترطوا في الراوي الجمع بين الأمرين، أن يكون قد حفظ ما روى حفظا متينا، وأيضا أن يكون أمينا في نقله، يعني كما يقولون أن يكون ضابطا لما يروي، أن يكون أمينا فيما يروي أيضا. فهؤلاء اشترطوا هذا لأن هذا حامل أمانة. فالعالم الذي يتكلم في قضايا الفقه مثلا أو قضايا التفسير أو كذا، فلن نستطيع أن نسقطه إسقاطا كاملا في الحقيقة، وإن كانت سقطاته هو ومخالفاته تسقطه من أعين الناس، لكن من الناحية العلمية المجردة بعيدا عن يعني الحكم الأخلاقي، من الناحية العلمية المجردة فإنه يبقى له رصيده في هذه الناحية. نسأل الله أن يعني أن يهدي هذه الطائفة من أهل العلم. نعم، في زماننا الحالي وفي كثرة الفتن وتعدد الأحداث واختلاف الآراء، ثمة من يتحدث عن معركة الوعي التي يخوضها المسلمون الآن. ما دور العالم في تشكيل وعي المسلمين تجاه قضايا أمتهم؟ هو الحقيقة العلماء، كان لي أستاذ من الأساتذة الكبار والعلماء الأجلاء، وكان يعني متينا في علوم الشريعة، ولكنه كان رجلا زاهدا تقيا. هذا قبل 20 سنة، فقلت له يا يعني خاطبته بخطاب الاحترام وقلت له يعني إذا كان مثلك يتوارى فسيبرز يعني أنصاف العلماء ومن يعني يسيئون إلى شريعة الله عز وجل. لو توضح لي، يعني زاهدا تقيا بمعنى أنه يبتعد عن الأحداث وعن الظهور؟ وكان يقول لي أنا درست في أول حياتي وفي ماجستير والدكتوراه درست التصوف هذه الأشياء، وكان رجلا صاحب علم يعني. نعم. فعلمني هذا الزهد والبعد عن الأضواء، فقلت له أنا أظن أن بروز أمثالكم هو خير لكم وللناس. فالحقيقة أن العالم ينبغي أن يفتح أمامه النوافذ حتى يعلم الناس ويتواصل مع الخلق. لا نقول له انتظر في بيتك حتى يأتيك الناس ويقول لك تعالى لكي تبين الدين للناس، بل عليه أن يبادر ويفتح النوافذ ليحقق التوعية للناس. لماذا؟ لأن الشر منافذه كثيرة وأصواته عالية، كثيرون يتكلمون ويحرفون أفكار الناس ويشوهون عقول البشر بل ضمائر الناس. يعني هناك إعلام مثلا يشوه ضمائر الناس، لا نقول فقط يشوه عقولهم بل يشوه ضمائر الناس، فترى فيرون الحق باطلا والباطل حقا للأسف الشديد بفعل هذا. فإذا اختفى العالم واختبأ في بيته وفي داره أو في كليته أو جامعته أو جامعه ومسجده، فإنه سيترك هذه الأصوات المحرفة والمشوهة للعقول، يتركها تنهب عقول الناس نهبا. فيعني العالم ينبغي أن يفتح النوافذ أمام نفسه بقلمه بصوته، بل أمامه مجالات كثيرة جدا، المواقع التي تنشر الفيديو على الإنترنت والقنوات الفضائية والصحف والمجلات والمواقع الشخصية، كل هذه الأشياء يعني مطلوب من العالم أن يغزوها وأن يرفع صوت الإسلام وأجره على الله تعالى. نعم، لكن ليست واضحة الآلية التي يعني يصوغ بها العلماء وعي المسلمين تجاه قضاياهم. هنا يبرز السؤال، إذا كان ربما نؤخر هذا إلى مرحلة متقدمة، ولكن لو حدثتنا دكتور عن كيفية إسهام العلماء في ضبط مفاهيم الشريعة وحفظها من الانحراف وضياع بالتالي هذه المفاهيم على الناس جميعا. هو أنا أرى شخصيا يعني مسألة نحن نريد أن يحقق العالم نوعا من التوعية أولا، يعني لا نريد نتكلم عن العلم الغزير والكتب الموثقة، هذه مطلوبة طبعا لا شك ولا تحتاج إلى كلام كثير، لكن نريد للعلماء أن يكون لهم دور في توعية الناس بالطريقة التي تناسب العصر. العصر الآن يتميز بالسرعة، لا تجد شابا مثلا يجلس ساعات طويلة لكي يستمع إلى خطبة، ولا تجد شابا يجلس طويلا أمام كتاب طويل، هذا للمتخصصين في أي مجال. لكن نريد أن نكلم الناس وأن نحدث الجماهير العريضة هذه، كيف نعيد إليهم فهمهم للإسلام، كيف يعني نوثق مفاهيمهم للإسلام توثيقا صحيحا دقيقا. فأنا أظن أن الأشياء القصيرة، الكتب القصيرة والصغيرة والرسائل القصيرة والسريعة أيضا من خلال أي موقع من مواقع الإنترنت المعروفة يكون لها فعلها وتأثيرها الكبير.
هناك كلمة أنا قرأتها عن فولتير، كان يقول إن المجلدات الكبيرة والكتب الطويلة لا تصنع ثورة، إنما تصنع الثورة الكتب القصيرة والرخيصة. الثورة لا تصنع المجلدات الكبيرة، لا أقصد الثورة لكن التغيير هنا. الثورة نوع من أنواع التغيير. فوضع المسلمين الآن للأسف يحتاج يعني إلى تغيير كبير وعميق. فهذا قاعدته الأساسية ضبط المفاهيم العقلية وإيقاظ ضمائر الناس. إذا استطاع العالم أن يقوم بهاتين الوظيفتين، ضبط المفاهيم وإيقاظ الضمائر، فإن الأمة تكون قد اتجهت على الأقل اتجاها إلى الطريق الصحيح. في سياق الحديث عن تشكيل وعي المسلمين أو المجتمع الإسلامي دكتور، يعني عندما تنزل نازلة في الأمة الإسلامية نلحظ، وخصوصا في العقود الثلاثة الأخيرة، نلحظ اختلافا بينا بين العلماء في تحديد موقفهم أو موقف أو حكم الشرع من هذه النازلة. لماذا يختلف العلماء في مسائل قد يبدو ضررها بينا واضحا على المجتمع الإسلامي وعلى المسلمين، وما أثر هذا الاختلاف على وعي المسلمين وعلى وحدة المسلمين في نهاية المطاف؟ هو الاختلاف أمر طبيعي ما دام كل فريق من العلماء أو كل عالم من العلماء قد يعني طبق النهج الصحيح في الاستنباط واستخراج الأحكام. لكن الإشكالية أن بعض الناس يجاملون الحكام، يجاملون أصحاب النفوذ، يجاملون فلانا أو فلانا، فهذا هو الذي يؤدي إلى مشكلة، أو على الأقل يتأثرون، ولو تأثرا بدون شعور يتأثرون بمواقف حكامهم أو مواقف دولهم، وهذا لا ينبغي أن يكون. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه التفت منذ وقت مبكر، وكذلك فعل سيدنا عمر، التفت منذ وقت مبكر إلى أهمية الفتوى الجماعية، وهي موجودة الآن الفتوى الجماعية. فالفتوى الجماعية التي تظهر في صورة المجمعات الفقهية وكذا، فلعلها تكون العاصمة من الاختلاف الذي يمزق الأمة. ليس الاختلاف ليس مشكلة، ولكن الاختلاف الذي يمزق الأمة هو المشكلة. فاللجوء إلى الرأي الجماعي للعلماء الربانيين الأتقياء الذين يقصدون بذلك وجه الله، لا ينتظرون من الحكام لا قليلا ولا كثيرا، هؤلاء هم الذين يوثقوا في رأيهم، وهؤلاء هم الذين يأخذوا منهم العلم. فمسألة الاختلاف طبيعية، وهي من أبواب السعة التي تمتاز بها الشريعة الإسلامية. لكن الإشكالية هي أن يبيع العالم ضميره شاعرا أو غير شاعر، أن يبيع ضميره لأي طرف من الأطراف. هذه الإشكالية التي تمزق الأمة وتجعل الخلاف شرا وليس خيرا. نعم، وصلنا إلى الحديث عن العلاقة بين العالم وبين السلطة في مختلف مراحلها، ولكن بعد العودة من الفاصل. العلاقة بين العالم وبين السلطة في حالة وجود الدولة الإسلامية وغيابها هو ما نبحثه بعد الفاصل. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيسات وعلى التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايسات على التردد 12380 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. طيب الله أوقاتكم مشاهدينا الفاضلين، وصلنا معكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم الذي نبحث فيه طبيعة علاقة العالم بالسلطة وحدود هذه العلاقة. دكتور، وصلنا الآن إلى الحديث عن العلاقة بين العالم والسلطة لأهمية هذا البعد وهذا المحور وهذا الجانب. كثير من المسلمين تلتبس عليهم هذه العلاقة، لا يفهمون ما ينبغي أن تكون عليه من حيث ما هي عليه كائن الآن، ومن حيث ما ينبغي أن تكون عليه هذه العلاقة بين العالم وبين السلطة. هل ثمة تقريرات شرعية تضبط العلاقة بين العالم وبين السلطة؟ نعم، ولكن قبل ذلك أريد أن أوضح شيئا مهما يتعلق بوظيفة العالم على العموم. هو أشرنا إليه قبل ذلك. تفضل. وقلنا إن يعني وظيفة العالم باختصار هي البيان، لكن إذا حينما نفصل هذا شيئا ما،
سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. إذن العلماء ورثة الأنبياء، يعني يقومون بالدور والوظيفة التي قام بها الأنبياء بدون وحي طبعا، تمام. فما هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آياته يعني يقرأ عليهم النص الشريف، فتلاوة النص الشريف الذي نزل والقرآن، ثم النص الشريف الذي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جزء من المهمة. ويزكيهم، التربية، والتربية هنا تتعلق بالبيان طبعا. لماذا؟ لأن العالم ينبغي أن يبين بسلوكه ليس بلسانه فقط، يعني من وسائل البيان أن أكون مطبقا لما أعلمه للناس إن كنت عالما. أي عالم من وسائل بيانه للعلم أن يطبقه، وهذا من أفضل أنواعه. يعني مثلا إذا صلى العالم وفقا لفقه الصلاة المضبوط، هذا تعليم للناس. الدعوة الصامتة هذه يسمونها، ليس كذلك؟ بل هي دعوة ناطقة بأعلى صوت، لأن الفعل، يعني كما يقولون فعل رجل في ألف، أنتم تعلمون هذا الكلام، فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. ثم المهمة الثالثة: ويزكيهم، يعني يربيهم ويؤدبهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني يفقههم في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه. أنا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الناس يظنون أن العالم الذي يفتي مثلا في الفضائيات مثلا أو في أي مكان أنه مسؤول عن كل شيء ويفهم كل شيء ويحل كل مشكلة. لذلك حينما الذي ينظر في برامج الفتاوى يجد أن كثيرا من المشاكل ليست مشاكل فقهية، هي مشاكل اجتماعية. فلذلك عرضها على العالم، ما لم يكن العالم صاحب يعني ثقافة في هذا الجانب فلا يسأل. العالم يسأل ليبين الجانب الشرعي في هذه القضية، ليس حلال المشاكل الاجتماعية إلا أن تكون له خبرة. ولذلك أجد بعض الأحيان أن العلماء حينما يستفتون في مشاكل اجتماعية نجد أنه لا يحسن الإجابة، لأنه لم يقرأ علوم التربية وعلوم الاجتماع بشكل جيد. أنا أقصد بذلك أن العالم، أن مهمة العالم من حيث كونه عالما هي البيان بهذا الشرح الذي قلته. فإن انضافت إليه موهبة أخرى فكان مهندسا مثلا، لا مانع أن يعمل في الهندسة، كان عالما في شيء آخر، كان خبيرا بالعلوم الإنسانية، يعمل في ضوء من العلم الشرعي، في ضوء، يعني كلما اتسعت خبرته كلما كان أقدر على أن يتكلم في هذا المجال. علاقة العالم بالسلطة، هناك ثلاثة نماذج في الحقيقة من الناحية التاريخية، ثلاثة نماذج لعلاقة العالم بالسلطة. هناك عالم يذهب إلى الحاكم ويتزلفه، أو العالم يختاره ويعني يدجنه ويحوله إلى جزء من أدواته، أو يحوله إلى يعني كأنه من يخلع عليه الشرعية الدينية يعني. فهذا هو الذي يبيع دينه للسلطان. هذا نموذج معروف طبعا، هؤلاء الذين يأكلون على موائد السلاطين ويغيرون دينهم ويغيرون فتواهم ويبيعون يعني دينهم بدنيا غيرهم. النوع الآخر: علماء يعني فصلوا بينهم وبين السلطان وخافوا على دينهم، ابتعدوا، هربوا بعيدا. هذا نموذجان متناقضان. عفوا، هناك فكرة قبل أن أذكر النموذج الثالث عند هيجل الفيلسوف الألماني، يقول: الفكر يظهر هكذا فكرة ونقيضها، ثم وسط يجمع بين أبعاض هذين النقيضين. فهناك نموذج ثالث، وهو نموذج العالم الذي يقترب من الحاكم لكي يحرس الأمة من انحرافه، لا يقترب منه لكي يأكل على مائدته ولا لكي يسترزق منه. النماذج كثيرة: العالم الناصح، العالم الذي يوجه موعظته للحاكم، العالم الذي يعني يحرس الأمة من طغيان الحاكم ومن انحرافاته. هناك مثال يعني أستحضره، مثال واضح جدا، من الهند الإسلامية. هناك رجل عالم كبير اسمه الشيخ أحمد السرهندي. هذا العالم الجليل كان في القرن الحادي عشر، أوائل القرن الحادي عشر الهجري، حدث انحراف كبير في عهد سلطان من سلاطين الهند المغول، دولة المغولية المسلمة في الهند، وكانت دولة عظيمة وهي آخر دولة إسلامية في الهند. ظهر الانحراف في أحد السلاطين اسمه السلطان محمد أكبر،
انحرف انحرافا حتى خرج من الملة والدين تماما. ماذا فعل هذا العالم؟ العالم وجد أن المجتمع نفسه لا يستطيع أن يحمي دينا، لا يستطيع أن يسترد كرامة الدين المهان. ماذا صنع؟ بدأ يوقظ الناس. هل ما تفعلونه هو الإسلام؟ أين الإسلام؟ بدأ يوقظ الناس، يعلم، يفقه، يربي. علم أن المجتمع هو الذي تجاهل الحاكم والتفت إلى المجتمع، لكنه لم يتجاهله تجاهل النسيان. نعم. تجاهل المصلحة. تجاهل المرحلية، لأن هذا السلطان كان يعني لو خرج عليه وواجهه فلا فائدة في هذه المسألة. مفسدة أكبر ستكون. فهو ماذا يريد يصنع؟ كان يريد أن يعد المجتمع حتى يتحمل مسؤولية هذا الدين. بدأ يربي ويفقه ويعلم، يربي الناس على التقوى والورع والإيمان، ويبصرهم بدين الله عز وجل، يزيل عنهم الخرافات. حتى كان يقول ليست هناك بدعة حسنة. لماذا؟ لأن الناس اتسعوا في البدعة فأغلق عليهم، قال ليست هناك بدعة حسنة، مع أن بعض العلماء يقولون هناك بدعة حسنة. هو فعل هذا لماذا؟ لأنه وجد أن هذه الكلمة البدعة الحسنة تفتح المجال للتوسع في البدعة. ماذا صنع؟ ظل يكافح ويجاهد ويربي ويعلم، حتى اصطدم بالحاكم وسجن وخرج، وكان يربي في السجن وفي كل مكان. ثم مات الحاكم وظهر ابنه جهانجير ابن سلطان أكبر، فكان الشيخ أحمد السرهندي ينصحه ويوجهه وكذا، حتى يعني انفصل عن أبيه وبدأ يرجع إلى الإسلام، وكان فيه غلظة وشدة هذا السلطان. في البداية سجن الشيخ أحمد السرهندي، صبر وثبت. المهم أن الشيخ غلب السلطان بإيمانه، بتقواه، بورعه، باستقامته، بعلمه، بصبره. فالسلطان بدأ يعني يشعر بأنه أهان عالما وأهان رجلا تقيا صالحا، بدأ يعتذر إليه. ماذا صنع السلطان؟ ماذا صنع العالم صاحب السلطان؟ هو سلطان، ولكن سلطان بعلمه وورعه وتقواه. كان لا يفارق جهانجير، هذا لا يفارقه. لماذا؟ خوفا من أن يضله علماء السوء، لأن هذا حدث مع أبيه أكبر كيف انحرف بالدين. جاءه بعض العلماء من عباد الدنيا وقالوا له إن الدين لا يبقى 1000 سنة صحيحا، وقد مر على دين محمد صلى الله عليه وسلم 1000 سنة، فعلينا أن نصنع دينا جديدا. واقتنع هذا السلطان. نعم. ولم يكن يقرأ ولا يكتب. نعم. لكن الخليفة خليفة المسلمين الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، من اللحظات الأولى لتوليه الحكم أو الخلافة، قال وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. مفهوم التقويم هنا ربما يتجاوز مرحلة الرفض إلى مرحلة الرد. يعني في سياق العلاقة بين العالم والسلطة، كيف يمكن فهم التقويم الذي طالب به خليفة المسلمين العلماء أو عموما المسلمين هنا؟ وطبعا سيدنا أبو بكر الصديق يقدم النموذج الكامل الأصيل، ودولة الراشدين هكذا قدمت النموذج الكامل الأصيل. فكان الخليفة يعتبر نفسه واحدا من الناس، ولكنه أثقلهم حملا، ليس أفضلهم ولكنه أثقلهم حملا. كذلك كانوا يعتبرون أنفسهم، يعني لم يركبوا أعناق الناس للسلطة. الذي حدث بعد ذلك هو أن الناس ركبوا أعناق الناس للسلطة، فظنوا أن السلطة تعطيهم الحق في أن يعني يفرضوا ما يشاءون ويقولوا ما يشاءون. فدولة الراشدين قدمت هذا النموذج. طبعا لا ألغي بذلك أن العالم دائما له عليه واجب أن يقوم، ولكن مفهوم التقويم هنا. مفهوم التقويم هنا بالنسبة للعلماء تجاه السلطان خصوصا، وأن أحد التابعين لعله الفضيل بن عياد يقول شر العلماء من يجالس الأمراء. في ظل هذه النصوص التي ربما تكون متداخلة، كيف يكون مفهوم التقويم من جانب العلماء تجاه الأمراء؟ التقويم أنه إذا عوج وحاد عن شرع الله يرده إلى شرع الله عز وجل، وسائله في ذلك ودرجاته، وسائله يعني ما يستطيعه من الوسائل. فإن صلحت الكلمة صلحت الكلمة، إن استطاع أكثر من الكلمة فليكن أكثر من الكلمة. يعني لا ينبغي أن يظن الناس أن العالم كان مستأنسا طوال التاريخ الإسلامي. كان هناك علماء يعني يرفعون أصواتهم على السلاطين. يعني يروى أن هشام بن عبد الملك كان يتكلم مع أحد التابعين الكبار من رواة السنة، فأتاني اسمه الآن، فقال له أنت تكذب على رسول الله، فصرخ فيه وقال يعني قال له كلاما شديدا وغليظا، قال والله لو نادى مناد من السماء، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت أبدا. فلا ينبغي أن يظن الناس أن العالم طوال تاريخنا كان مستأنسا ضعيفا وكذا. ونحن نذكر دائما قصة العالم الذي كان في مسجده أيام ربما العثمانيين أو
أو المماليك. فدخل عليه أمير، وكان العالم يشرح أو يبين مسائل الدين للناس. فدخل الأمير، دخل أمير أو رجل صاحب مسؤولية، دخل المسجد على هذا العالم وقد بسط رجله. فالعالم بتلقائيته ما يعني قبض رجله، ظل باسط رجله هكذا ولم يراعي الأمير، فالأمير غضب عليه. فما كان من العالم إلا أن قال له: نحن نحفظ يعني نحفظ حرمة العلم. المهم بعد ذلك أن الأمير احترم في هذا الشيء وأراد أن يعطيه بعض المال، فقال له: أيها الأمير، إن الذي يمد رجله لا يمد يده، لا يطلب من أحد شيئا. المهم أن العالم ينبغي أن يكون له دور ووظيفة بالبيان والتوضيح، ولا أعني بذلك أن يكون سلبيا تجاه الأشياء الأخرى. لا أعني أن العالم فقط يجلس يشرح الدروس، له وظائف أخرى اجتماعية ولكن ووظائف علمية أخرى بقدر ما يملك وقدر ما يستطيع. هو يعني بمعنى أنه في البيان هو عالم، وفي بقية الأشياء واحد من الأمة. في سياق هذه الوظائف التي تتحدث عنها دكتور، ووصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إذا وصلت الأمة إلى حال فيه تبدلت المفاهيم وانتشرت الرذائل وكثر المنكر وقل المعروف والأمر به، ما مسؤولية العلماء في وصول المجتمعات أو في بعض وصول بعض المجتمعات المسلمة إلى هذه الحال؟ يعني أنا يعني رأيت بعض العلماء في شبه القارة الهندية، نعم، فوجدتهم أكثر مخالطة للناس وأكثر عيشا بين الجماهير. هم يعيشون بين الناس كأنهم منهم. وما زال كثير من علماء هذه البلاد فقراء يحافظون على السمت القديم للعالم، لكن الآن تحول كثير من العلماء إلى أساتذة الجامعة، يعني موظفين، يعني تحولوا إلى موظفين. فالعالم يوم يسترد وظيفته في المجتمع يعوم وسط المجتمع، المجتمع بحره واسع. فإذا اتخذ العالم لنفسه جحرا صغيرا وسكن فيه، فإن تأثيره لن يصل إلى الناس. ينبغي للعلماء أن يقدموا الدين ويسروه ويوضحوه. إذا كنت تؤلف أيها العالم في أي تخصص من تخصصات الشريعة، إذا كنت تؤلف لطلابك وتلاميذك وتريد أن تسجل في تخصصك كتبا تذكر على أنها من مراجع التخصص، فإن عليك واجبا آخر أيضا، وهو أن توضح هذا الدين وتبينه للناس بيانا سهلا قريبا. كن داعية وكن أيضا عالما، لا تكن عالما فقط ولا تكن داعية فقط. نعم، هناك إشارة يعني دعوة دعاها بعض الناس إلى الفصل بين الداعية والمثقف، أحد أساتذة الجامعة في المغرب. ما رأيك أن نؤجل هذا إلى ربما حلقة مقبلة؟ لأن الوقت قد أدركنا. أشكرك شكرا جزيلا على في ختام هذه الحلقة. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الدكتور نبيل الفولي، أستاذ العقيدة والفلسفة بالجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد. شكر الله لكم، في رعاية الله وأمنه.